هنكتب النهاردة الآية القرآنية: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بخط طبعا الديواني كده بدون تجهيز. اهم حاجه وانت بتتفرج عليا ركز في حركات القلم، ركز في حركات القلم، لان الخط ما هو الا حركات للقلم او اتجاهات للقلم. ازاي هنا بتفرك القلم علشان تجيب السنه دي، وازاي هنا بتصدر القلم في المنطقه دي كده عشان يجي لك ايه مركز ثقه للحرف كده يعني. المفروض حرف السين ده يكون مستريح اكتر من كده، لكن انا اكني بكتب مرة واحدة مش محضر، مش محضر بالقلم الرصاص يعني. فعادية عشان تقضي معايا الايه الآية القرآنية. انا في الطبيعي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، قبل ما بنكتب بتحاول ان انت تمشي بالقلم الرصاص عشان تعرف انت هتكتب ايه اولا. وعشان تبقى عامل لنفسك ايه شكل هتقدر ان انت تمشي عليه. ممكن بعد ما تكتب بالقلم الرصاص تغير خالص وانت بتكتب بالقلم الايه البسط، لكن القلم الرصاص هو الايه هو الاساس. كل واحد مننا يا جماعة بيكون له
حرف أو حروف بتميزه، فقنا الحروف بتاعته هي اللي بتميزه عن غيره، أو بتعرف الحرف من كاتبه. يعني لو شفت الحرف ده تقول ده الحرف ده بتاع فلان الفلاني كده، وكل واحد بيكون له روحه. لو كله هيكتب على القاعدة 100% هيبقى كله زي بعض، فين روحك انت كخطاط؟ لكن ما تبعدش عن القاعدة نهائيا وتقول لي لا انا عايز بجود انا، لا ما ينفعش. روحك تكون موجودة في الحرف ولكن بدون الحياد عن القاعدة. ده كله يا جماعة بدون تحضير، بفضل الله بدون تحضير، يعني الحرف للسطر والحاجة. اللي انا عملته في الاخر ده عشان ايه؟ الايات ايه؟ تقضي معايا. زي ما قلنا قبل كده في ناس بتقول لك لا الديوان ما بتشكلش، لا مش عارف، لا شكل الديوان، انا بقول لك شكل الديوان عشان يبقى منظره حلو، عشان يبقى شكله جميل. وشوفوا الديوان كده، المفروض ان احنا خلصنا الايه القرانيه، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هو كده المفروض انه خلص، لكن بدون تشكيل مش حلو. فاحنا شوفوا لما هنشكل الخط هيبقى عامل ازاي. انت ما بتكتبش في امتحان خط عربي علشان تقول لي تشكيل ومش تشكيل، ان ما كنتش مستمتع باللي بتقدمه او مستمتع بالخط اللي انت بتكتبه ما تكتبوش. سيبك بقى من اللي يقولك لا ما تشكلش، لا شكل عادي، ايه المشكله يعني. النون مع الكاف هنا لو عايزين نجيبها بشكل تاني، وخلق ربنا ما خلقت ممكن نعملها كده برضو اهي، تعالوا نشوف لها شكل تاني اهي. وكل ده طبعا ايه، هتلاقي نفس الاتجاه ده اللي انا ماشي عليه، هتلاقي نفس الاتجاه ده. ممكن تجيبها حرف تاء بالطريقة دي كده، كده لو جيت تبص هنا تلاقيها كده، مع ان احنا عندنا حرف التاء ده المفروض ان هو بالشكل ده كده، النص ده كله حرف التاء ده كله من هنا كده، ده اسفل السطر، اسفل السطر بتاعنا. برضو لو جينا نشوف الشكل التاني ليه حرف النون مع الكاف، يعني مثلا السين مع الباء مع الحاء مع الالف، ممكن نعملها برضو كده اهي مسننة، وبعد كده اهو كده
وتصدر دي هنا كده وبترجع على ربعها كده اهو. اهو لو جينا نبص برضو هنلاقي نفسي هنا ونفسي هنا، هتلاقي نفسي ايه درجة الميل واحدة هنا. طبعا كل ده كل الكلام ده هنبدأ ان احنا نشرحه ان شاء الله في دورة الخط الديواني اللي بنحضر لها حاليا. هنا اربع نقاط، من هنا لهنا اربع نقاط. ما علينا، لو جينا نبص الحرف النون مع الكاف هنا له شكل تاني، طبعا له شكل تاني اللي هو الشكل ازاي. عندنا سطر الكتابة اهو، احنا بنبدأ هنا من فوق من هنا شوية كده وبنعمل الشكل ده، ومن هنا بنعمل كده اهو، كأنك بتجيب حرف الدال، ولكن ده شوية ايه في ميلان ناحية ايه اليسار. ونيجي نطلع كده اهو 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 لفوق 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 لفوق، وبعد كده نبدأ من هنا كده نبدأ نلف تاني وننزل اكننا بنتمشى على السطر بالشكل ده كده. ده النون، حرف النون مع الكاف. حرف الكاف ده في المدرسة المصرية موجود، في المدرسة المصرية موجود بالشكل ده اللي حضراتكم شايفينه ده. واحد اتنين ثلاث نقاط من هنا لهنا. ولو جينا نبص هنا وقسمنا هنا كده نصين هنلاقي هنا هنا زي هنا، هنا قد هنا. تمام، تقريبا كده خلصنا الدرس بتاعنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.